قلت لزوجتي أنت علي كظهر أمي، ونويت ذلك في قلبي لمدة 10 أيام، هل علي كفارة ظهر وهل تنفع النية؟ قال لزوجته أنت علي كظهر أمي، ونوى ذلك في قلبه لمدة 10 أيام، يقول هل عليه كفارة وهل تنفع النية؟ النية لا تكفي، لا بد من التلفظ. لو قال أنت علي كظهر أمي مدة 10 أيام أو شهر، هذا ظهار مؤجل، إذا انتهت المدة ارتفع الظهار. وأما إذا لم يتلفظ ويقول نويت إن 10 أيام، النية ما تكفي، يكون عليه كفارة الظهار، وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يستطع فإنه يصوم شهرين متتابعين. إذا لم يجد الرقبة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع صيام الشهرين فإنه يطعم 60 مسكينا، كما تنص على ذلك الآية في أول سورة المجادلة.